مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات في صباح هذا اليوم. ينطلق شوط الختام وهو الشوط 25 في أشواط صباح هذا اليوم ليحمل لنا الجعدان اللقاية المهجنات الأصايل التي تندفع خاتمة أشواط هذا الصباح بالأثارة والتوقيتات والحماس الجميل في المرموم في منشأ الأصايل. وقالوا المرموم منشأ للأصايل والذلل من كل ميدان عن الله تلتجي فيه القبائل والسلايل والروية تغذي الميدان كله. هكذا المرموم دائما وابدا. انطلق الشوط وانطلقنا مع المراكز الأولى مع الجعدان لنتعرف على النصر اللي يقود مسار الشوط، وسالم بن محمد بالضبيعة على رأس حربة هذا الشوط يقود المسار، بينما يليها في المركز الثاني ويتقدم مايهاب ومحمود بن حبيب بن محمد الرضا يأتي بهذا الشعار الذي قدم الكثير من الإنجازات والانطلاقات مع هذه الرياضة. نطلب منها التواصل والإنجاز الجماهير لهذا الشعار. المركز الثالث يتقدم راعي الخشمة يأتي مع قماري محمد بالقرين بن علي العامري، يقدم قماري وسلالة قماري العريقة والمعروفة. المركز الرابع رابع المراكز وهذا مشعل سالم بن حمد بن سالم بن سندية المنصوري يأتي في المركز الرابع. المركز الخامس الدنجلاوي يأتي في المركز الخامس، ظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي يتقدم على خامس المراكز. المركز السادس أشوف الوصول في هذه اللحظة من محشوم، تعود ملكية الحمد بن راشد بن حمد بن قدير الكتبي، وشعار راعي قريمة كذلك. يأتي مهنا بن سعيد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات، يأتي بهذه الانطلاقة ويقدم لنا مشاهدي العزاء نجد اللي تدخل نجده، ولكن هناك بن معيضد وشعاره أيضا يأتي لينكمل النداء في المركز السابع في هذه اللحظة. سرمد مع بن معيضد وهناك الدخول من الجانب الآخر، وهذا هو النداوي أحمد بن محمد بن سالمين العامري. والمركز العاشر هناك من الجانب الآخر وهذا هو الصيرمي بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري في هذه الانطلاقة. هذه الأسماء القادمة، هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. لا بالله أكثر من هذه الأسماء خلف العشر، ولكن هذه الأرقام المذاعة، ولكن عودة إلى المركز الأول مرة ثانية. بالضبيع مسيطر رغم هذه الأعداد، يبا يختم الأشواط بالمسك، ختامها مسك ليسجل النقطة الثانية، ولكن الجماعة قادمون. بالقرين أيضا ما شاء الله جهود جميلة في بداية الموسم يا أبو حمد، وإنجازات رائعة. يبا النقطة الثانية أيضا مع قماري محمد بالقرين بن علي العامري على المركز الثاني. المركز الثالث وهذا الدنجلاوي ظافر بن مسعود الحباب الشاعر ظافر بن مسعود الأحبابي، من تغنى في ساحة الشعر والأدب بالأبيات الجميلة، ويأتي مع الأصايل للمشاركة في هذه الانطلاقة. وهناك أيضا مايهاب محمود بن حبيب بن محمد الرضا في هذه الانطلاقة، يأتي على المركز الرابع لمن شوط الختام في هذا الشوط في هذا الاندفاع في هذه الانطلاقة مع الجعدان اللقاية المهجنات. الانتاج والمنتجين راح، راعي الخشمة راح مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. قماري وسلالة
عمالة قماري العريقة والعاصفة، وهذا الانتاج الجميل والرائع مع سلالة قماري مع راعي الخشمة بالقرين. بالقرين على المقدم أبو حمد يسير مع مقدمة الشوط قماري المركز الثاني. المركز الثاني ماي هاب محمود بن حبيب بن محمد الرضا على المركز الثاني، ولكن سلام وتحية لأهل العين، لأهل العين وبعد غزلان، بعد غزلان ياتي قماري للنقطة الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لمحمد بالقرين العامري على هذا الفوز، ومشكور يا أبو حمود، مشكور محمد بن حمود العويسي في المتابعة في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس النقطة الثانية. المركز الثاني في هذه اللحظات شاهين لخالد بن حميد راعي دريبح المهيري، والمركز الثالث اعطوني ارقامها. هذا هو ماي هاب لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا حل في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع عند بالضبيعة من أتى في المركز الرابع، والمركز الخامس كان الدخول جماعي. نعود للتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ونهني هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع وهذا التحدي مع قماري. 6 دقائق و5 ثواني وجزين من الثانية بهذا الأداء الجميل اللي قدمه قماري محمد بالقرين بن علي العامري. حمل السلامات لأهالي العين. المركز الثاني 6 دقائق و8 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لخالد بن حميد المهيري على هذا الفوز. المركز الثالث 6 دقائق 8 ثواني، 9 أجزاء من الثانية من حلة في المركز الثالث. هذا هو ماي هاب، هذا ماي هاب محمود بن حبيب بن محمد الرضا. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الأعزاء انتهت أشواطنا في الميدان، ولكن تابعوا ملخص هذا اليوم مع حمد بضبي.